سلام يا ابونا، في ولد زميلي في الكلية أنا مرتبط بيه بقالي سنة، إحنا الاتنين لسه متخرجين وداخلين على الامتياز، جه يتقدم وأهلي سألوا عليه. الولد لما أهلي سألوا عليه لقى أهله كويسين، والولد سمعته وحشة خالص، الناس أجمعت إنه بيشرب يعني محشي سجاير يعني وبتاع بنات لدرجة كبيرة مش بيصاحبه بس، ده بيكمل أكتر بكتير. وهو قال لي من فترة قبل ما يرتبط إنه كان بيشرب وبطل، وكان بتاع بنات وبطل، والولد من محافظة وأنا من محافظة تانية، وأهلي رافضين علشان سمعته وعلشان ما عندوش شغل مستقر ولسه قدامه امتياز وجيش، بس السبب الأساسي سمعته اللي مش كويسة، بس أنا متعلقة بيه. إيه رأي قدسك؟ بصي، علشان وقتنا يا بنتي، الإجابة في كلمة واحدة: متحفظ جدا، متحفظ جدا، تحتها ثلاث شرط. لأن هل تاب؟ هل في أب اعتراف بيشهد أنه كان موسى الأسود ما قبل التوبة وصار موسى القديس ما بعد التوبة؟ مش مهم يكون شاول، بس المهم يكون بيقلب بولس. لكن لو شاول فضل شاول وموسى رئيس العصابة رئيس عصابة، ما كانش ينفع. فمين هيحدد؟ أما التعلق، أنت شفتيه فين؟ بتقولي أنت هو في محافظة كان يعرفوا بعض في الجامعة ولا حاجة زي كده؟ في الجامعة، يعرفوا بعض في الجامعة. ده بقى تعلق بيسمونه زوات، عارفين يعني إيه؟ يعني واحد شاف حاجة كده شكلها حلو فتعلق بيها، بس لما تدخل جوه يمكن يكون طعمها مر، أنا عاوزها وخلاص. فاهمين عايز أقول إيه؟ أحكي لكم حكاية ولا تونتوا في الحكاية؟ بصوا، أصل أنا بحكي لكم حكاية إنك تفتح حاجة من بره تلاقيها. كان زمان في واحد بيبيع عرق سوز، عارفين العرق سوز ده؟ كان ماشي بسقطين كده زي الدف بتاع الشمامسة، وحاطط قدرة فيها مية سودة، اللي هو العرق سوز. فالمية السودة مغرية، أنا فاكرها كوكاكولا يعني. والراجل يقول بقى يا حلاوة وعصير، يقول كلام بقى رايح جاي، عايز أشرب عرق سوز. وبعدين عملت إيه؟ أنا شافه حاجة مبهرة قوي، اديت للراجل قرش ساغ. قال لي عايز كوباية بتعريفة ولا بقرش ساغ؟ قرش ساغ، يلا دبل بقى، كوباية دوبل يعني. وبعدين الراجل شربته بق واحد. المشكلة في إيه؟ بخته في وشه. أنا افتكرت بس الحكاية، قلت ضحكوا شوية، فأخطيت يعني، حكاية ملهاش لازمة، لكن هي بتثبت نفس الفكرة، إن ليس كل ما يلمع ذهبا. فالحل الوحيد الحاجة اللي ما تعرفهاش تعمل كده، مش تاخد بق يعني. فلو أنت مرتبطة بحاجة وأنت عارفة إن هو كان بالشكل ده وحش، لا ما ينفعش يا بنتي. الحب اللي انت بتقول عليه ده نزوة مش هتعيش، اللي بيعيش الطبع، اللي بيعيش الكيان، اللي بيعيش الفكر، اللي بيعيش المسؤولية، اللي بيعيش الرجولة. فانت قلتي ما فيش شغل، والشهادات اللي جاي على أخلاقياته مش قد كده.